التحرير السوري جاهزة للتدريب. عناصر مجموع استعد. دون توقف. جيش تحرير سوريا طالعين لنصرة اخواتنا المدنيين ضد عصابات الشبيحة الأسدية عم يقتلوا فينا ونازلين دبابات في مدينة إدلب. نحن مشكلين كتيبة لنحمي المواطنين من الإجرام الأسدي والحراميين اللي طالع عن النظام اللي مشان يخربوا عنا. ونحن عنا درس تكتيك، هلا درس فك بارودي تنظيفه، لان كنا بمعركه وانتصرنا ضد عصابات الاسد. الاسد اللي عم يقتل اطفالنا وهاد جاهز. خمس بيوت بادلب مهدومين من قبل قذايف الاسدي اللي يعتبروا باطفالنا واعراضنا. نحن طالعين بإذن الله تعالى لتحرير سوريا بأكملها من جيش الأسد الغاشم الذي يقتل أطفالنا ونساءنا ويقتحم بيوتنا. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية حماية المنشآت المدنية بعون الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قمنا بحمل السلاح بعد أن قامت شبيحة الأسد بقتل الأطفال والنساء وقمعنا، بما أن كنا مظاهرات سلمية، وهذا ما يقارب تقريبا من 3 أشهر حتى الآن. نحن نقوم الآن بوضع بطاقات وعليها رقم السلاح لكل فرد بالإضافة إلى العناصر المشقين. كذلك نقوم ببطاقات تسجيل عليهم البطاقات، وسوف يتم تسليم السلاح بعد الانتصار وتحرير سوريا إن شاء الله من عصابات ميليشيا الأسد، ونعود كل فرد إلى عمله إن شاء الله. هلأ عنا عملية المصاب أثناء المعركة واللي هو على الشكل التالي. تجي من الطرف إسناد الضغط على الطرف التالي. انسحاب، تعطي هيك، تاخذ بالكمر، ها الخط الثاني، بيسلموا الخط الثاني وهو بيتولى المعركة. بالإضافة العناصر المتبقية بتكامل حالها وليس بتنسحب مع الخط الأول، بتسلم الخط الثاني، وإذا حسيت حالك بالتعب بتريح مع الخط الثاني، بس الخط الأول عناصر باقي بتكمل عملية المعركة وليس الانسحاب. عندنا المجندين كل مين عنده هوي بطاقة باسمه ثلاثي ورقم باروتو، بعد انتهاء الثورة السورية سنسلم سلاحنا للسلطة السورية الجديدة بعد انتهاء من جيش العصابات الأسدي. سوف نقوم الآن بتدريب أعداد صغيرة حسب الإمكانية حتى لا يرون الأمن وشبيحة الأسد الذين يقتلوننا يوميا. تم التدريب الآن على طريقة الهجوم، طريقة الانسحاب لبعض عناصر من كتيبة أبو بكر جيش تحرير سوريا، وتم التدريب بنجاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بدأنا تأسيس الجيش من 3 شهور، إعداد الجيش للدفاع عن ثورتنا والدفاع عن المدنيين والدفاع عن مدينتنا ولتحرير سوريا. أهم المشاكل اللي تواجهها هو والله في نقص تموين ونقص عتاد، وهذا أكبر نقص. ومن ناحية تدريبية بلشنا ندرب نحن الشباب على كيفية إسعافات الأولية والدفاع عن الحارات ومدينتنا. عمرك في عمل داخل الحارات الضيقة، بكل مدخل راس حارة بحطوا تنين التكنيون وبديروا برفع مدينتنا.